على وقع هدير الرصاص، صرخات السودان تعالت من الصدمات المناخية، من الصراعات، من سلة الغذاء إلى أزمة الدواء، بعدما أضاف قطاع الصحة فصلاً جديداً على أعتاب الانهيار ما بين شحو وانعدام الإمداد الدوائي والطبي عن المراكز الصحية والمستشفيات والصيدليات، لتصبح أخبار حربها الميدانية والإنسانية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من البلدان العربية والعالمية. يعني لا موية لا نور لا مواد ذاتها الناس تستعملها، والحاجة دي عيانة حاسة الدواء ما عندها، دواء عشان تستعمله ما عندها. نحن هو قاعدين في شارع 60 لنا 4 أيام، نحن بنقعد بالحالة دي. لا أدوية على الأرفف، خزائن فارغة تزيد قلق ورعب الشعب السوداني بعدما طالت عددا كبيرا من الصيدليات ومصانع الأدوية في العاصمة السودانية الخرطوم لتنذر بكارثة المخزون الدوائي، والذي كان يعاني أصلا من نقص يفوق 70% من الأدوية المنقذة للحياة. تعابير وجوههم كفيلة لتروي مدى الأوجاع والكوارث التي ألمت بهم، وفي ظل الفوضى العارمة وسط عمليات نهب للصيدليات واحتلال عدد من المستشفيات، تنتشر الجثث في الطرقات وترقد العشرات منها على الأرصفة، حيث أكد أحد المسعفين أن هناك جثامين ملقاة لم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وتواجد المسلحين، الأمر الذي حذرت منه العديد من المنظمات الصحية المحلية والدولية خوفاً من مواجهة خطر الأوبئة.